السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دريم كروشيه. والنهاردة يبقى أول فيديو للتريكو. هستخدم إبرة رقم 3. طبعا احنا عارفين إبرة التريكو بتبقى طويلة، بيبقوا إبرتين مع بعض، تبقى مدببة من النهاية كده، تمام. هستخدم الإبرة رقم 3 وهستخدم الخيط صاحبنا اللي هو كوتون كولد، تمام. انا هعمل معاكم الفيديو دوت عشان نشوف نعمل ازاي البلوزة تريكو او البلوفر تريكو للعروسة. طيب احنا عشان نعرف ازاي نعمل البلوفر تريكو لازم نعرف البدايات بتاع التريكو، فهقول لكم يعني هما يبقوا فيديوهين ثلاثة كده، وبعد كده نبدأ على طول في البلوزة. احنا عندنا اول حاجة في الغرز بتاعت التريكو، في الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. الغرزة العدلة بالانجليش اسمها نت، وبيرمزوا لها بحرف الكي. الغرزة المقلوبة اسمها بيرل، وبيرمزوا لها بحرف البي. وغلق السطر ان احنا النهاية دي سي او اللي هي كاست، كاست اوف، واخدين حرف بتاع كاست سي واوف الاو، يبقى سي او، يبقى احنا كده بنقفل السطر بيها، تمام. دلوقتي هوريكم ازاي البدايه، وبعد كده نشوف الغرزه العدله، وبعد كده الفيديو اللي بعده الغرزه المقلوبه، وبعد كده باذن الله نبدا في البلوفر على طول. طيب انا دلوقتي عشان اعمل البلوفر في الكروشيه بنعمل عقد البدايه وبنسيب حته خيط صغيره. التريكو مختلف، التريكو عشان ابدا لازم يبقى عندي الخيط القصير اللي انا مش هشتغل بيه بعد كده طويل. ليه؟ لان انا لما بسحب، لما انا بشتغل بسحب الخيط، بسحب من ده عشان اعمل غرز البداية، بعملها من الخيط القصير ده مش من الطويل. طيب انا ازاي اعرف ان انا اسيب قد ايه من الخيط؟ ما انا ممكن اسيب يطلع كتير قوي، ممكن اسيب يطلع قليل فارجع اعيد تاني. طيب عندنا حل شفته كده في فيديو حلو، ان انا باخد الخيط البداية اهو، مثلا اعمل حسابي ان دي حتة اللي هخيطها وادخلها في البلوفر بعد كده، وراح اخده الخيط. وانا مثلا هعمل 60 عشان اعمل بلوفر العروسة، هعمل 60 غرزة على الابر. الف بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60. يبقى انا دول دي كده لغاية هنا اهو الغرز اللي انا او طول الخيط اللي انا محتاجاه ده. انا بس كده بقيس الخيط، مش عملت عقدة البداية ولا عملت اي حاجة، اسحب كده. يبقى انا بصوا الخيط اللي محتاجاه ده ايه اهو، كل اللي انا بسحبه ده كده اهو، ده كله انا محتاجاه في البداية، شايفينه؟ بروح جاية من بعديه بمسك الخيط، بصوا احط الخيط هنا، استنى اطول لكم، تمام. انا كده معلش طولت لكم بتاع شوية اهو، ماشي اهو. انا عشان انا قلت كده اهو شوية اللي انا هستخدمهم اهو للغرز، اروح جاية من هنا احط الخيط في بطن ايدي كده وبمسكه بالصباعين دول والفه كده حوالين الصباع ده والصباع ده وارجعه تاني هنا، شايفين عامل ازاي؟ تاني باخد الخيط من الطرف الطويل من ناحية الشلة احطه في بطن ايدي كده، واروح لفة من ورا الصباع الكبير، لكن من ورا الصباع ده وارجع امسكه تاني في ايدي، ماشي. اجيب الابرة،
بعد ما مسكت الخيط كده اخد الخيط اللي فوق اخده وانزل من وراه كده على الخيط ده واسحبه، وارجع تاني الخيط اللي فوق اسحبه واطلع، اسحبه واطلع من الدايرة اللي عندي دي، واسحب الخيط وعقده كده. عملت عقدة البداية تاني فوق، الخيط اللي فوق وبعد كده اللي في الجنب، وبعد كده ارجع تاني للي فوق، اللي فوق من وراه كده اسحبه كده واخد من وراه الخيط اللي تحت. بعد ما خدته كده بص عامله الشكل ازاي، الف ايدي بس كده شويه، اخد ده الخيط اللي فوق اهو هاخده واطلع بيه، معلش ثواني، اطلع بيه من الدايرة الصغيرة اللي انا عملتها دي تمام، واسحب الخيط بحيث اقفلها. طيب ده واحد، هنا بقى هشتغل من تاني غرزة بين دي ودي، خلاص ما فيش فوق بقى، خلاص شايفين ما فيش فوق بقى، في عندي الناحية دي اليمين والشمال، هدخل في اليمين واروح على الشمال، اسحب الشمال واطلع من اليمين تاني، اروح على اليمين اهو واعمل كده. بص بقى عندي فتحة هنا اهو، اخرج منها الخيط اللي في الشمال واطلع منها تمام. نشوف كده تاني اقرب، الخيط اللي في اليمين اسحبه وارجع على الشمال اطلعه منه، بصوا بيطلع بسهولة من هنا، واسحب كده يمين شمال واطلع. طيب اعمل لكم عقدة البداية تاني، نجيب نعملها كده من الاول تاني، حاسه ان هي كان التصوير من بعيد ممكن يبقى مش بظهر قوي. عندي هنا فوق ويمين، فوق ويمين، هدخل عند اللي فوق دي كده ازقها لتحت، اسحب اللي في اليمين واطلع لفوق، بعد كده اعمل الف ايدي بس كده شويه، اسحب الخيط اللي فوق ده واطلعه، امسكه بس بايدي كده عشان اعرف اطلعه، ثواني كده، وطلعه من الدايره اللي انا عملتها. بس دي اول واحده هي بتبقى صعبه شويه، بعد كده الباقي سهل كده. واحد يمين شمال، تفضلوا طول ما انتوا قاعدين كده يمين شمال يمين شمال لغاية ما تدوخ. نعمل 60 غرزة، ادا 2، ادي الشاحن تاني، يمين في شمال واطلع، يمين في شمال واطلع، يمين شمال اطلع، يمين شمال واطلع. ادا 1 2 3 4 5 6، يمين شمال واطلع، 7، هنا هنا كده. اخد من هنا، مليش دعوة بالخيط اللي بيبقى تحت ده بنات، مليش دعوة بده، انا بشتغل على ده اللي هو دوت اللي هو قلنا الخيط القصير، بصوا نهايته تمام. وده في ناحية اليمين ده الخيط الطويل، اخد منه كده واروح ساحبه من القصير واسحبهم، بسحب كده عشان اثبت، بصوا اثبت الغرزة، يمين واخد من الشمال اللي هو القصير، اليمين الطويل واخد القصير طلع، رحت فين كده مش مشكلة اهو، اخد من اليمين واطلع من الشمال، يمين وشمال، يمين وشمال، هفضل كده لغاية لما يبقى عندي 60 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. واضحة يا بنات ولا ايه؟ شوفوا كده واكتبولي، هسيبكوا تكملوا.
وجربه مرة واتنين وتلاتة ويبوظ مننا ونكرر، عادي جدا عادي جدا جدا ان يبوظ مننا الحاجة، مش هنتعلم بالسهل. احنا ما بقيناش في الكروشيه بنشتغل حلو الا لما وقعنا كذا مرة، ويعني مش عايزة اوريكم العرايس اللي كنت عاملاها قبل كده وعينيها، تقريبا وريتها لكم في فيديو زمان، كنت تطريز العين وحش جدا جدا وشكل العروسة مش حلو وفيها غرز مفتوحة، فغرز واسعة يعني، فما فيش اي مشكلة نعم اننا نبوظ الحاجة. سواء اخلص كده نخلص 60 غرزة ونرجع تاني، اسيبكم تتدربوا عليها، والفيديو الجاي اوريكم نشتغل ازاي سطر العدلة ان شاء الله بإذن الله، واشوفكم على خير بإذن الله.